أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم الانتهاء من 21 برنامجا من أصل 27 برنامجا ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وذلك خلال مدة وجيزة بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبإرادة وعزيمة فريق البحرين. ولفت معالي الوزير إلى أن مملكة البحرين تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية مرتفعة ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، مضيفا أن مملكة البحرين استقطبت استثمارات تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 حتى تاريخه، كما تم الانتهاء من 10 مشاريع تنموية كبرى، بالإضافة إلى الانتهاء من توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وتخفيض المصروفات الإدارية وزيادة الإيرادات غير النفطية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمشاركة سعادة وزير العمل وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة وزير الصناعة والتجارة وبحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه بفضل المبادرات والإجراءات المتخذة من خلال أولويات خطة التعافي الاقتصادي، فقد سجلت المملكة فائضا في الميزانية العامة في النصف الأول من هذا العام، والذي بلغ ما يقارب 33 مليون دينار بحريني لأول مرة منذ عام 2008، مشيرا إلى نمو قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع المواصلات والاتصالات والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع التجارة والصناعة والتحويلية وغيرها. ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 82%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 18%. ولفت معالي الوزير إلى أن معدلات التضخم كانت مستقرة محليا رغم ارتفاعها عالميا، مؤكدا بأن عدة عوامل أدت إلى السيطرة على معدلات التضخم في مملكة البحرين. وأشار معالي الوزير إلى أن مملكة البحرين حظيت بإشادات دولية واسعة على خلفية الإصلاحات المالية ضمن خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي. وبدوره تحدث سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل عن مستجدات تحقيق أولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، حيث نوه بأنه تم توظيف 29,256 بحرينيا ما يمثل 146% من الهدف لسنة 2022، كما تم تدريب 10,281 بحرينيا أي ما يمثل 103% من الهدف لسنة 2022. من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على أن الوزارة تحرص على دعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي والتي كان لها الدور في استقرار معدلات التضخم في المملكة مقارنة بدول العالم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تنويع مصادر استيراد الموارد الغذائية وحماية الأمن الغذائي، مع الحرص على القيام بحملات تفتيشية وجولات دورية للإطمئنان على أوضاع الأسواق التجارية ومنافذ البيع، مع العمل بصورة تكاملية وتنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لدراسة أوضاع الأسعار والإطمئنان على تدفق السلع الضرورية بشكل يومي.